كاب اف ام الكلمة ليك. باش يسكتوا حتى حاجة تتوى انا اش مدخلني في الحكاية؟ انا ما عملت عركة مع حتى حد يا ولادي، ما سبيت حد وما طيحت قدر حد، باش مشت بالناس الكل وعملت لهم قيمة وقدر واستدعيتهم العرسي، حطيتهم في بلايس عالية وفرحت بيهم وغنت لهم الفرقة يا مرحبا بولاد سيدي، وعملنا لهم ثلاثة دوار حلو ودور مالح، وفرقنا عليهم شامم الفل والياسمين، العرس فسد. انا اش مدخلني كي تعاركوا مع بعضهم؟ علاش تقلبت الحكاية فوق راسي انا؟ يغضبوا مني انا علاش؟ يروحوا يتنبزوا وما يعملوش معانا ندوة صحفية. الراديو ده عبيد جدا. وراس الدستور العزيز ورحمة أهداف الثورة لا شاورني هاك الماريجاني بتاع إيران على الخطبة متاعه، وكان جا في بالي باش يدخل فينا غولة ويفسد لي عرسي ويغضب لي المستدنين، أراني ما خليتوش يحكي كلمة واحدة. أش نعمل أنا بإيران توا؟ الحكاية تقعد بيناتنا وتموتوني. أثر سمعت اللي السيد والله أعلم عندوشكم. أنا أش عطاتني إيران ما عطوني الجماعة الأخرين؟ وعلاش تعمل لي في البنطوات في عرسي وتصفي في حساباتها عندي يا ولادي؟ يا أخويا اللي عنده مشكلة يحب يحكي فيها يحلها بعيد على المنصة وعلى الفرقة. هكا بكيتولي العروسة وعملتولي أزمة دبلوماسية مع الجماعة؟ بربي شكون استدعاه هذاك بتاع الثورة يا ولادي اللي سب في دولة عمرها ما جات بيناتنا كلمة بسم الله؟ تيكي هو عنده بها بونتو، مشى قنبل عليها ولا مزعام كان في دقال لحنك وتفسيد عروسات الناس؟ توا يجبد في ناس غايبة مش يدخل في باب الغايبة والنميمة هذا؟ اي وهذا مش حرام؟ كيفاش يقول لي اسلام ودين وهو يقطع ويريش وسب ويعاير؟ تي اللي بيه الفايدة زعما هكا التفتوفة اللي وعدونا بها الجماعة مشات علينا؟ زعما ياخذوا في خاطرهم ويدوروا في الحياصة؟ اي واش باش نعملوا نحن؟ منين باش نخلصوا كراس سالة؟ والان مع المفاجأة. ايه حنفجر ولا ايه؟ هنندبهم وروبة العروس وبيت النو وعربون الفرقة. اوه حتى الجماعة طلعوا سبايب ونغارة وهما زعاف في الديمقراطية، اتنبزوا وخرجوا ديركت. ماكم عندكم باع وذراع في الديمقراطية، محسوب انتوما بود ديمقراطية. ينعم بود ديمقراطية، والله لما نكبش فيه بداية وسقية كالماري جاني نقول له انت غلط انت تخلص، واللي سردك يخلص لك. هنندبهم بركاكة 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 امشي بركة باش يسكتوا حتى كاب اف ام الكلمة ليك.